قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء. قلوينك صومالي اسكت قال يا الله شيخ. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. وحيث كوهستان مدح تنمو وحيث كوهستان حلك مدح وينها أمدين الديكو ذو دادياني ديارو يهين حدنا عيدة سقران كاي أخلنا يعني أيها المسلمين. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء تؤتي الملك من تشاء إلهي وأديك عدة دونته أديك يا سيدي ملكك يا سرينت أديك يا سيدي ملكي وعد المركور هذا وخوصرنا هذا ملكك أنا عدة دونته أديك يا سيدي إلهي مركا إلهي يسقو عدو ربا سقع عزية عدو ربا سقع دلية أمدنا سقع سكالة تكريفالك يا تصريفاتك يوحو لن إلهي سيغاسكال مركا وعين هذا قاتا ملكي إن إلهي يحدوه كل دوانا نكو سيناي حدو ربنا كو ديداي ما أهان إن هذا مسلمين تا ليقو ذا كورا ديسو إن هذا معناه محالا حمان كورا ديسو وعليه في عيه إسكيلالي إن قف مسلم وعداتا. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورالي قاليقا هجنل كي كحرن يقفر بفيدي وانكار دمان تنسوه دوادا إن شاء الله دي له مو ومالنت الدحاد أيتها يعني رمضان إن شاء الله دي له مو سيد الشلي أم بلا ونبي إن شاء الله دي له القرآن كيان سلا آخر دهنا القرآن كان الود دارو أنت أنا بلا من هرت كتاب كان أما كتاب كان أيام حنك إيش أجينا قصديس قصر دار يقولي كتاب كان إن كتاب كان إن وحيسوق عليه أمان حلي وكانتي سوق عليه إن شن سنة كهر مركان ودك مركان إيمانه أي يوقع عندي أسوأ قال إن قصده يقول سوأ قال حتى إن كشة كتاب قال إن أنا ما لنا إنه رمي هاي نعم حلا يقولون وحجروا إن أنا وأنا كقصد تيكت أو اللي يرادو أي أو إم أما إنترناشنال أنا ما لنا أيو إنترناشنال أورجانيزيشن فور إيميجريشن اللي يرادو مركان تيكت أنا كقصد qaxootiga qaadanani wuxuu xootimeen laakiin tigida ka goostay waayo discount waxba sameeynaayeen marka meel ay iga leeyeen laga baxay marka dadkii qaxootiga ay dad kamida oo ay igu qaadayeen nin kamida oo aan maleeynaa inuu oromay yahay mana hubo adigu Soomaali ma aheen dadyowga kale oo muslimiinta oo kamid ah ayaa waxa la yiri waxa aad wadataa waa culus yihiin waa inaad qaar kamida turta markaas wuxuu sacrifice gareeyay kutab والله أنا بيريد شيء كتابك إن قشن لوردو أيوة معلان حلها أيوة قل هذه أما سكرفاس كريم مركزنا إن الله وإنا إليه راجعون الحمد لله شكر رب العالمين كتابك ميلدر كتابك ميلدر أيوة ضد كمسلمين تحك جوجا قرانك ميلدر أيوة كجوجا الحمد لله شكر رب العالمين إلهي وحبه فجيه إن لكي غارك مدي عن تورو عن كتابك نسوق عتاني مفهوم. أنا جا أيا علشان لركي سدح هي وحمل أنا يا لوس سدح كمدة ناس كتوري وكتاب سوقاتي يا معناه محلها إلهي وافجي. فرنتي ماشي نينكي يعني وحبان ودحمري وحنقول واي أي دون ده مركز حويري لركي قاضنا عيال كم حوطة حال مكتاب كا عيال كا يحتا كتاب كا عيال كا يحتا مارت وكقيمة بنية. أنا جا ماشي سوقاتي سدي أيا نهستا. مركزتو عن أركو أدي أنا وفرحة علشان وحيابا وحوك ميديا كتاب كاني رنتي يفرحية مركان أركو عن قصدي سام كوهري مركان أنا محالة سوحستو هذا حقو يقوكو أيهاي مركي ورابة سيدو قوكونا وحان ربا مركي إن شاء الله دي لان ينا ميشا نكبتلو صوماري مركان تاكو إن شاء الله دي لان مدوان ينا ميشا نكبتلو أو حسارو أو ميلي كتابة الوقدرية للجريعة الوقدرية إن شاء الله دي لان موحان رنكسو بدلو جل ديان دان عن قطر كسو ديو سيدك الوفي عيه كتابو قرانك سيدي ويا لا ما شاء الله جاح جاح بادن ملي وحال وراق ومباجاها لكن كتابك قرانك هو كتاب قران لكن كاني رنتي قصده وقصه وقالي ايه مدع عجيب لكن إلا دي مشدي ده إلا وقتي اللي جاره عن كده ما لها وحان ربعنا هستو إن شاء الله تسوى رجدي دوا أوكي إن شاء الله ودي لا يدمو وحان أخري دونا
ماشي ان شاء الله يعني كبلاي بدون هو ما انت سدحات سونكا مركز سدح جسي عند مستر انا الجربة وانجينو ان شاء الله هدي له من لانتر على البر اما كل الدعام يصير التقانو ان شاء الله هدي له مو سلا سعد وانا اكسن اصحابي هدي له مو عندي سنة قرانكا نينك تعود كي وصل اد معانين اد نقرار وهن قران اخرنا وعدك يا قرار اما معانين لما ديك قرانك قف قصد اخرنا عدك شو معايا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد الذين يقولون ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم أولئك الذين حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وما لهم من ناصرين ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يدعون إلى كتاب الله ليحكم بينهم ثم يتولى فريق منهم وهم معرضون ذلك بأنهم قالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودات وقرهم في دينهم ما كانوا يفترون فكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون قل للهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير قل للهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء قلوينك صومالي اسكت قال يا الله شيخ قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير وحيسكو استان مدح تنمو وحيسكو استان حلك مدحوينها een umadiina dhigoodu daadiyaan diyaar u yihiin haddana ay das quraanka ay akhrinayaan ayu muslimiina qul lillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha ilaahi wa adiga cidda doonta adiga ayaa siidid mulkiga iyo sareenta adiga ayaa siidid mulkiyo dhan markii hore adoo ku sugnaday mulkigana cidda aad doonto adiga ayaa siidid ilaahi marka ilaahay isagu cidda raba asaga cizeeya cidda raba asaga duleeya ummadana asaga iskale takrifalka iyo tasriifaadka iyo wuxuu dhana ilaahay sagaas kale marka waa inaad ogaataa mulkiga in ilaahay haduu ku la doonana ku siinayo haduu rabana ku diidayo ma ahan inaad dadka muslimiinta dhiigooda ku raadiso inaad macnaha maxaa la xumaan ku raadiso waa lagaga fiican yahay iska ilaali qof muslim waa hadaa tahay